على السلامة. نادين تركتها بالبيت. لا يلا شيء. يلا هلا بشي. باي. لوين بدك تروح؟ على البيت. اي بيت؟ بيت فادي. منخلص الدافيلين نتصل بسيف ونروح كلنا على البيت. هو اصلا صار بالبيت. شو قصدك؟ سيف راح على البيت ودق الباب وشاف الضوء مضوى وبعد شوي انطفى الضوء. بتعرف هيدا شو معناته؟ معناته انا بالبيت ما بدي افتح لسيف، شو المشكلة؟ لا في مشكلة. شو هي؟ إذا رحنا ولقينا سيف ناطرنا قدام الباب. شو يعني؟ يعني إذا شافنا نازلين من السيارة أنا وياكي، مين اللي كان جوات البيت؟ طفى الضو وضواه. أدهم. إلا دا يا عزال إلا دا إلا ده. عسل ابيض وحلاوته زيادة. ايوة ده بيقولوا ايه اسم الله. الو ايوة ادهم. ايوة بسمعك. ايوة ادهم التليفون بيقطع. استنى. ايوة ادهم. ايوة ادهم. الو الو. ايوة ادهم سمعني كويس. ازيك ادهم؟ وحشتنا يا صاحبي. إلا قول لي أخبارك إيه وأخبار أوكرانيا وحرمها معاك إيه. هيوة أكيد شقطت لك واحدة أنت هناك وعايش. يبقى ده رقم أخوك لصاحبتها يعني. يا عم كفاية رغي بقى. قول لي أخبار أمي وأخواتي إيه وأبويا. طب اسمع يا محروس، أنا عايزك تجيب لي عنوان مرسي الشيمي من شوق أخوه. اعمل اللي بقولك عليها محروس. ليه وقفت؟ السيارة ما فيها نقطة بنزين. معقول يكون نايم أو معقول يكون طلع من البيت؟ أكيد ما طلع من البيت لأن تليفون البيت مشغول. شو يعني؟ ايوه هذا ايه. انا تعبانه محروس، كاني اتخطفت، كاني اترميت من فوق جبل عالي. لا حد عارف يرمي لي حبل ولا حد يستلقاني لو وقعت. اسمع محروس، انا عايزك تقول لي شوقي يقول لي مرسي اخوه ان ادهم عايز يرجع. انت سامعني يا محروس؟ تقول له ادهم عايز يرجع باي شكل باي شكل. Thank you.
يكون خلص تليفونه وطلع من البيت. لا، تليفونه من لحظة كان مشغول وهلأ عم يدق بعد ما لحق يطلع من البيت. بعدين إذا راح من البيت مصيبة يا فادي، وين بدي يروح؟ وإذا راح مش رح يرجع، بتعرفوا لأدهم. هيك يمكن سافي يروح على البيت ويشوف أدهم. بسرعة بسرعة يلا مشي مشي. سكت ازاي يا محروس؟ عادي جدا، رقبتك. قابلت الباش مهندس عارف راكب العربية بتاعتك فسألته عليك، اداني الالوان. هات من الاخر. ادهم مال؟ ادهم وصل اوكرانيا وعايش يا شوقي. طب الف بركة، شفت ازاي؟ ادهم عايز يرجع مصر يا شوقي. طب ما يرجع. يرجع ازاي كده من غير اوراق؟ طب وانا اعمل له ايه؟ تعمل له ازاي؟ عايزين رقم تليفون اخوك عشان يساعده هناك ويحاول يعمل له ورق يرجع بيه. اخويا ملوش دعوه بالحاجات دي. حاجات يا شوقي، بقول لك ادهم تعبان وعايز يرجع مصر. طب ما يرجع، هو انا اللي كنت سفرته عشان ارجعه؟ نعم يا اخويا، لا امي اللي سفرته. خلاص خليها ترجعه. بقول لك يا شوقي، انت هتعلي صوتك عليا ولا ايه؟ كويس ان هي جت لحد حلو الصوت، لكن انت عارف لو ركبت دماغها تبقى في بلاوي سود. انا عامل بس العش بالها اللي بيننا. كون في علمك يا شوقي، لو ما رجعش ادهم انت عارف كويس انا هعمل ايه، ومن غير سلام، وبيتي مفتوح ومعاك رقم تليفوني. يلا بص يا جاكيت، سامح كل ده الموبايل خليه معاك. يلا امشي. ادهم لحظه، ادهم ما عنده وقت. يلا لو ايه رايح؟ رايح لاي محل، وجوده هو خطر علينا. لو ايه بدك توديه فادي بهالوقت؟ يروح يقعد وين ما يقعد. ادهم خد ده مصاري. عاودي محل ولما اتصل فيك بتجي، بس ما تبعدي كده عن البيت. ماشي، انا كده كده خارج، بس انا مش هينفع اقعد فيك. ناديتي صافي. روح فادي روح، عن اذنك ادهم. اتفضل. هو في ايه بالظبط؟ معلش ادهم، اطلع الاوضه ولو سمحت ما تطلعش منها. في حد بلغ عني؟ انا كده كده خارج، يعني مش عايز اعمل لكم مشاكل ولا لا. معلش ادهم معلش. اوكي ناديه، شو هتعمل؟ عم بفتح البيت. مالك يا فادي؟ فادي روق شوي، مش رح يفوت. سيف شو اخبارك؟ اشتقت لك. الحمد لله على السلامة سيف. ايمتى وصلت؟ لا فادي، انا بحضر حالي للسهرة، بعدين بتبقوا بتحكوا قد ما بدكم. يلا باي. Thank you.
انت بتضحك عليا يا روح امك. روح امي؟ هي فين روح امي دلوقتي؟ الله يرحمك يا امه. معلش سامحيني. اديني الامان وانا اقول لك. ما انا من ساعه ما عرفتك وانا مديك الامان. انت نسيت اللي عملته عشانك ولا ايه؟ ده لولايا كان زمانك دلوقتي مرمي في السجن. قول كنت بتضحك على ايه؟ اصل مش سعادتك بس اللي عايز تعرف سكه مرسى اخويا. يعني ايه؟ الواد محروس عمال بيزن وعايز يعرف سكته. انا قلت انتوا زقينه عليا عشان يعرف تليفون مرسي وعنوانه عشان ادهم. ادهم؟ ماله الادهم؟ وانت معرفتش انه ما ماتش؟ عرفت. ايه الجديد بقى؟ عايز يرجع مصر تاني. لا لا. ايه الحكايه؟ اشمعنى؟ مالكش انت دعوه. طب افهم. انت تفهم اللي اقول لك عليه وخلاص. ماشي. اللي هو ايه؟ هتدي نمر التليفون مرسي للواد محروس. وبعدين؟ الواد محروس هيديها لأدهم. وبعد ما يديها لأدهم؟ يبقى تحت ايدينا. وبعدين؟ لا، بعدين دي بتاعتنا. انا اللي هتصرف وهتصل بمرسي. طب يا باشا انا هعمل ده كده من غير مقابل؟ انت ايه؟ ما بتشبعش خالص؟ ماشي يا سيدي، هعمل لك مكتب سياحة في اسكندرية. تشبع والله بطنك مخرومة. الله عليك يا باشا. الله. بس أنا عشمان في حاجة صغيرة كمان. إيه؟ قول. أمل. شو بعد الخط مسكر؟ نعم. يمكن تكون خلصت البطارية. يعني وين راح؟ وين راح؟ كل سنة وانت طيبة يا فيفي. وانت طيب يا اخوي. انت لابسة كده ورايحة على فين؟ رايحة البيت الكبير. طب ومن امتى بتروحي البيت الكبير ومحملة معاكي كراتين؟ لا، الكراتين دي انت هتاخدها توديها لعواطف مرات اخوي. فيها ايه الكراتين دي؟ حاجة رمضان. كل سنة وانت طيبة، وبالمرة اطمن عليهم. بس وحياتك يا فيفي، اوعي تقولي قدام اخواتك ان انا رحت البيت عند عواطف. عارفة يا اخوي انك ما بتحبهمش. انما ما قلتليش، انت رايحة لهم ليه؟ أنا مش رايحة لهم هم. مش رايحة لهم هم؟ أمال رايحة لمين؟ رايحة لداليا بنت أخوي. داليا؟ وداليا عاوزاكي في إيه؟ تعالي هنا،
انت كنت نازله ولا ايه؟ ايوه يا عمته نازله. يا سلام، يعني طلبتيني وعاوزاكي ضروري يا عمته، واول ما اجي تسيبيني وتمشي؟ مو اصل انت جايه معايا. لا افهم الاول. احنا لازم نروح المستشفى دلوقتي حالا. مستشفى ايه؟ كفالة الشهر يا بنتي. انا كنت رحت للدكتور المسؤول عن دخول عمو حسن المستشفى، طلبت منه يخرجه، رفض فهددته. هديته بايه يا دالي؟ قلت له لو ما خرجتش عمو حسن من المستشفى هعمل حلقه عنكم وافضحكم في كل حته، فشكل التهديد جه فايده معايا. يعني هيخرجه؟ الواضح كده يا عمته. مش عرفك؟ هو كلمني بنفسه وقال ان هو عايز يقابلني ضروري، فخفت اخرج لوحدي، فعشان كده كلمتك تيجي معايا. وبالمره تقول لعمو حسن كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ست البنات. يلا انا جايه معاك. يلا. برضه هتعملي اللي في دماغك؟ طب ما تستني ابوك لما يجي يا داليا. معلش يا ماما انا عايزه اخرج شويه، وبعدين مخنوقه عايزه اتكلم مع عمتي في حاجه. اختي ما هي خارجه معايا. فيفي لو ليا خاطر عندك ما تقلقيش، لو جابت لك سيره الجواز يا ستي. بس هي تحكي لي الاول يا عمته. يلا بقى. مش هبصيك يا فيفي. يلا عشان خاطري بقى. الله الله الله. ايه؟ على فين العزم ان شاء الله؟ يا اخويا قولي الاول كل سنه وانتوا طيبين. انتوا رايحين فين؟ ربنا ما يقطع علينا عاد. عادة ايه؟ وانتوا متعودين كل رمضان تعدوا على بعض عشان تخرجوا؟ لا، بنتك الله يحرسها كل رمضان متعوده تجيب الفوانيس للعيال، وانا بقى لقيتها مخنوقه، قلت انا وهي نخرج نجيبهم سوا. طب خلاص يا ست فيفي، فهمنا. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وانتوا طيبين يا ست عواطف، وربنا قادر يقرب البعيد. البعيد قرب يا سي حسين، والقريب بعد. هما الاتنين ضربوا، الواد كبر قدام عيني، ملحقتش افرح بحسه في البيت، يروح مني وابوه يرجع ويروح هو كمان. ان شاء الله ربنا هيرجع لك الغايب، وعم حسن كلها كام يوم ويبقى زي الفل ويخرج. وكان دخل في ايه عشان يخرج مني؟ كفايه بقى يا ماما كفايه. ان شاء الله يا بنتي هيبقى زي الفل ويخرج. واضح احنا الحمد لله اطمنا على ادهم وعرفنا انه بخير. ادهم مش بخير، ادهم ابني في كرب. انا حاسه بيه، يعني الواد وابوه، الواد وابوه. لما التقرير بيقول ان هو عنده مجرد توتر عصبي، ده يستدعي ان انت تحجزه في مستشفى وكمان تعامله معاملة المرضى اللي بجد اللي حالتهم خطيرة؟ ده على كده بقى كل المتوترين يخشوا مستشفيات، واحنا كلنا متوترين، فاحجز البلد عندك كلها في المستشفى. داليا بالراحة شوية. بالراحة ايه يا عمته؟ التقرير قدامي بيقول ان عمي بيعاني من شوية توتر عصبي، يعني محتاج مكان هادي يعيش فيه بعيد عن الانفعالات. المستشفى هتوتره، يقوموا يحجزوه. انتوا مش عايزين تعالجوه، انتوا عايزين تخلصوا منه. يا نسا لاحظي ان انا اللي كلمتك، وعشان اثبت لك حسن نيتي انا سلمتك التقرير الطبي الخاص بعمك بنفسي وعلى مسؤوليتي. سوري يا دكتور انا ما اقصدش حضرتك، انا اقصد اللي جابه ودفعه عشان يتحجز. بس ده برضه ما يمنعش لو عمي ما خرجش معايا النهارده، التقرير ده بكره الصبح هيبقى في النيابه. انا ما اقدرش اوعدك انه يخرج دلوقتي حالا. امال هيخرج امتى؟ بكره الصبح. خلاص يا دهي احنا نمشي دلوقتي ونرجع بكره الصبح. يا ريت اللي هيستلمه يكون قريبه من الدرجه الاولى، يعني زوجته او واحد من اولاده. ما تنفعش تكون اخته؟ اه لو هي مسؤوله عنه. آه خلاص يا عمته، طنط عاطف موجوده، انا بكره الصبح اجيبها معايا. فتح يا رجل. اعوذ بالله. انا اسف. انت قلت ايه؟ فتح يا رجل. ما انا قلت لك انا اسف. يا شو انت راح ضل مستغرب كثير هيك يعني؟ لا اصلي ما صدقت لقيت حد بيتكلم عربي. يعني هو انتوا بتعملوا ايه؟ مثل ما انت شايف انا حمل السمك من المركب للسياره. ليش انت مو جاي معنا؟ يا ريت والله. ما ينفع اشتغل معاكم يعني؟ طبعا يا زلمه، شيل لك كم صندوق سمك حاملهم على السياره، انت اولى بال100 جرام من هذول. 100 جرام ده؟ ايوه. يلا يا عم ده انا اشيل لك الصناديق كلها. هات يابا معاك. اه
كريم. بقولك ايه والنبي، ما شفتش واحد لابس فانيلا كده ملون عليه ارقام وبنطلون غامق؟ شو يعني طولك كده؟ طولك اهو يعني شو يكون معايا يا عم؟ انت ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ فانيلتك المخرة انت يا عم، انت فين بس؟ انت اسمك ايه؟ بلال. انت فين يا بلال؟ بدور عليك. طالع هون عم دور. عايز منك خدمه والنبي، تعرف تجيب لي شاحن؟ ما تكرم. طب ما تتخنقش مني يا بلال. تعبيط يالا ولا ايه؟ واحنا من امتى بنزعل من بعض يا عم؟ ازعل ولا ما ازعلش، والله اخد دماغي في الحيط، هتفرق معاك قوي يعني يا شيمي؟ الغلبان يا عم لما يزعل يروح يشرب من البحر ولا حد هيحس بيه، انما انتوا بقى تزعلوا وقت ما تزعلوا وتتصالحوا وقت ما تتصالحوا، بعمل لكم حساب في الدنيا. ياه ده انت قلبك اسود قوي يالا، كل ده عشان بهزر معاك؟ هو ده موضوع يستحمل هزار يا شيمي؟ وانا بصراحه ما بعرفش افرق بين كلامك اللي بجد وكلامك اللي بهزار، بس لما قلبتها مع نفسي كده قلت الولا محروس ممكن يكون بيتكلم جد، وادهم في ازمه بصحيح. الو انا كنت عايز واحد اسمه ادهم، الظاهر رقم غلط صح؟ يعني ده رقم ادهم حسن طحون؟ ايوه انا محروس، يعني صاحبه من البلد، ماي فريند هنا في فلاحين بلدهم يعني. ايوه انا، بس هو كان ما كلفني يعني اقضي له طلب، والحمد لله باذن الله قضيته. ايوه بصي، كنت عايز يعني اديله رقم التليفون ده، تديهوله يعني لو سمحت. اوكي كتبت الرقم. باسم مين؟ مرسي الشيمي. اوكي خلاص اعتبره وصل، باي. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ تهمون اني سرقت منه جواز سفري. سرقت منه جواز سفرك؟ ازاي يعني؟ بقول لك بعهولي واخد مني 150 يورو. يا عم بعهولك ازاي؟ هو مش الجواز ده بتاعه؟ مالكش دعوه انت. يا عم اهدى بس، صلي على النبي. بقول لك بعهولي. يا عم اهدى بس، اهدى. ابعد انت. يا عم قلنا اهدى وصلي بقى على النبي. مالكش دعوه. اوعى اوعى هات. مالكش دعوه. هات هات. جوازات السفر دي هترجع لاصحابها. اصحابها مين؟ هم دول. لا طبعا. امال جوازات مين دي؟ اي حد اعطيها وخليه يروح بحال سبيله. مالكش دعوه انت. مالك بس يا مصايا؟ خايف يا حرشي، خايف. خايف من ايه؟ احنا دلوقتي في الامان. امان؟ ده مقبوض عليني. بتقول لي امان؟ يجي منين الامان؟ كل حاجه راحت، مراتي راحت وبيتي راح وفلوسي راحت، ارجع مصر تاني اهم بايه؟ صلي على النبي بس في قلبك كده. عليه الصلاه والسلام. انت مين قالك انك هترجع مصر دي تاني؟ امال هيعملوا فينا ايه؟ انت معاك جواز سفرك؟ لا. حلو كده، نبقى احنا تمام خالص. فهمني. افهمك، اكتر حاجه تخاف منها ان هم يلتقوا جواز سفرك، يقوموا يعرفوا منه اصلك وفصلك، يقوموا يرجعوك على بلدك. احنا دلوقتي لا يعرفوا اصلنا ولا فصلنا، لا معانا جواز سفر ولا معانا اوراق. من الاخر كده يا ابو ساقيه، احنا مقطوعين من صجره. وبعدين لو سالوك اوعى تقول انك مصري. امال اقول لهم انا بلجيكي؟ بلجيكي ايه بس يا ابو ساقيه؟ انا عايزك كده تهدى وتفهم الكلام اللي بقوله لك. اوعى تقول انك مصري. لو زنقوا عليك في السؤالات وحسيت انك هتتربك كده، اعمل زي اخواتك العراقيين، تقوم مجنص كده وتقول له
والله يا اخوي انا طالب حق اللجوء السياسي هون. يوه يس ما قلتليش اعمل ايه يا حبشي؟ اما ارجع يا ابو شقي اقول لك. يا ما يا ما لسه ما قاليش، اما يرجع ويقول لي هقول لك يا خالي. ادهم وينك؟ شو يعني ما بتعرف ترجع؟ طب انت وين؟ انا بروح بجيبك. ادهم انا عندي لك مفاجاه. مرسي الشيمي رقمه صار معي. بجد؟ ده انا كنت قايل لمحروس يجيب لي تليفونه وعنوانه. طب اجي ازاي؟ العنوان؟ يا بلال بلال العنوان هنا ايه؟ اه ايه عرفت وين. خلص خليك عندك انا بروح بجيبك ما تتحرك. انا بروح بجيبك خليك عندك. يلا باي. يلا يلا. فين؟ هو في ايه؟ الظاهر الجيران بلغوا علينا. بلغوا علينا؟ طب واللي جاي لي دلوقتي دي؟ انت استناهم هون. استناهم هون؟ اطلع اطلع. اللي انت عنده دفتر ده؟ كويس اهو ماشي على البلاية. في ايه؟ عنده حق يا طنط ما شاء الله زي الفل اهو. الحمد لله على سلامتك بابا. الله يسلمك يا بنتي. امال اخوكي فين ما جاش ليه؟ ادهم اتكلم واطمن عليك ويوسف في اجازه وان شاء الله هيطلع بكره او النهارده. خلاص بقى يلا نخش جوه. ما كفايه اللي انت عملتيه يا بنتي، روح انت عشان ترتاح. طب يلا ندخل قبل ما اخد موقف وازعل بجد. لا لو فيها زعل يبقى خلاص ندخل. يلا يا حاجه. قلت ايه يا باشا؟ انت لسه ما مشيتش يا واد؟ امشي اروح فين بس يا باشا؟ تروح لحال سبيلك ولا انت خايف تتقفش؟ طول ما انت في ظهري يا باشا لا يمكن اخاف ابدا. وبصراحه بقى ده اللي مطمعني. طمعك في ايه؟ انك جرأ وفكرك بطلب. وانا عملت اللي سعادتك قلت عليه بالظبط. اديت نمره مرسي اخويا وعنوانه الولا محروسه من غير ما اعرف ليه. دورك يا شوقي ينتهي لما اعرف واتاكد ان ادهم خلاص استقر ووصل لاخوك مرسي. وادهم لغايه دلوقتي ما وصلش لمرسي. صح يا باشا، بس ده برضه ما يمنعش انك تبل ريقه كلمتين حلوين من باب التصبيره. بخصوص ايه ان شاء الله؟ امل. ايه؟ مفيش قدامك غير امل يا روح امك؟ الدنيا فضيت من البنات ومحطش شايف غير امل بنت حسن طاحون. بحبها سعادتك يا باشا. وبعدين ما تنساش ان انا قدمت السبت. ولا ايه يا انت هتطيبني ولا ايه؟ العفو يا باشا. انت الظاهر نسيت نفسك ونسيت اللي عملتهولك. لا ركز وافتكر كويس، باشاره مني ممكن اسلمك للبوليس وساعتها مش هبقى بظلمك، بالعكس هبقى بخدم العداله. وبإشارة من سعادتك تجوزني أمل برضه. تاني انسى موضوع أمل دلوقتي، أديني قلتها لك تاني أهو. خلينا في اللي إحنا فيه وبعد ما نخلص نبقى نشوف. يلا اخفى اخفى دلوقتي.
شاء الله علي. يا زلمة قلت لك تروح تقعد بشي محل واعطيتك تليفون لحتى اتصل فيك، بتقوم بتسكر التليفون وبتختفي وبتظهر تاني يوم. لا والله انا ما سكرتش خالص، دوا الشحن فضي، وبعدين يعني انا ما حبيتش اتقل عليكوا يعني. قول لي ليش حسيت هيك؟ انت المفروض تكون فهمتني بقى يا استاذ فادي. لا اتفضل فهمني. يعني انتوا ناس عايشين في حالكم، وبعدين انا حسيت يعني ان اللي جاي هيبقى اصعب من راح، فما حبيتش انا اشيلكوا هم مشاكل وكده. لو احساسك مظبوط ما كنا طلعنا فتشنا عليك. هيك بتخلينا نخاف عليك؟ اموري. لا ولا حاجه، اتفضل ابتدي بالشوربه ونتكلم بعدين. لحظه رد على الموبايل. اتفضل اتفضل. والله انا مش هقدر لاني صايم. سوري ما كنت عارفه. طب قل لي ليه كنت بدك تتركنا؟ بيني وبينك يعني اصلا انا يعني قلت ان انا هبقى في البيت وبعدين خطيب حضرتك هيجي فمش حلوه يعني. خطيب حضرتك حبيت؟ بتعرف انك كتير مهضوم؟ فهمتش. مهضوم يعني نقول ايه بالمصري يعني كتير لذيذ. يا ربي يخليك تسلمي. لا والله انا بتكلم جد. بتتذكر اول مره كنت بدك تتركنا لانك كنت مفكر انه فادي جوزي؟ انا فاكر حاجه زي كده. هاي مثل هديك. ما خدتهاش برضه. هاي مثل هديك يعني زي بعضه. هقول لك يعني الراجل اللي مفكره انه هو خطيبي ومش خطيبي، هو شخص بنشتغل معاه وبنعرفه بس. هاي تمام. انا بص لما تشتغل معانا هتعرفه اكتر. ان شاء الله هشتغل معك. نحن عندنا اتوليه يعني عندنا بوتيك نسائي بنبيع اغراض نسائيه وكده، وحتشتغل معانا ان شاء الله. طب بس انا اسف التعبير يعني، هو ينفع راجل وبعدين يشتغل في، انا اسف يعني بوتيك حريمي وكده مش حلوه يعني. انت بتعرف ان الراجل هو اكتر واحد يقدر يعرف يبيع الست اكتر من الست نفسها والعكس تمام؟ لا والله. اه والله. ده هنا في ولا في العالم يعني؟ اعتقد في كل مكان. مش عارفه عندكم ايه. ربنا كريم ان شاء الله. شو قلت؟ بس هو يعني ينفع اشتغل كده من غير اوراق ولا حاجه؟ ما تخاف انا رح ظبطها. هو فين الكيس اللي فيه الدواء؟ مش عارفه، يمكن استلاف في العربيه؟ ممكن. طب انا هروح اشوف وجهي على طول. يقعد لك في صحتك وعافيتك يا بنتي، يسترها معاكي دنيا واخره يا رب. داليا طول عمرها قلبها ابيض، بتحب الناس كلها. ما لقيتوش جوه ياما، انتوا تلاقيكوا نسيتوه في المستشفى. داليا راحت تشوفه في العربيه. طب افتح لك التلفزيون يابا؟ افتحيه يا امل. حاضر ياما. عايزه كوبايه ميه. حاضر. لقيته يا طنط. بصي ده ياخد حبايه دلوقتي وحبايه بعد المغرب، ده بالليل قبل ما ينام على طول. انا هعرف منين بس انه هينام؟ اديهولي الساعه 12 بالليل بالظبط. ما تقلقيش انا هكتب النوعين. ماشي. اتفضلي يا عمي. اتفضل. ايه؟ هتاخد حبايه دلوقتي بشويه الميه دول؟ ميه ايه ودواء ايه؟ انا صايم. معلش يا اخويا عشان خاطري. معلش يا عمي، حضرتك مسموح لك تفطر ما دام عيان. وعلى ايه؟ هاخد الدواء بعد المغرب. بعدين انا كويس يا ولاد، في ايه مالكم؟ خلاص بلاش نضغط عليه، نبدا الكورس ان شاء الله بعد المغرب ويفضل ياخد الدواء لحد ما يخلص. عليك يا بهجت يا اخي، حس باخوك شويه بقى. انت عرفت انهم هيعيدوا الانتخابات في كذا دايره واولهم دايرتك؟ عادي جدا، خليهم يعيدوا، ما انت كده هتنجح وكده هتنجح. يا برودك يا اخي، ايه الثقه دي؟ لا انا المره دي قلبي متوغوش وقلقان. لا بقى انت قلبك يتوغوش بالفعل. ها؟ لو قرروا يعملوا اختبارات لأعضاء مجلس الشعب اللي نجحوا ودخلوا المجلس بالفعل. الله الله الله، دي الحباية هتشتغل عليا ايه؟ اختبارات ايه اللي هيعملوها للأعضاء؟ اختبارات سياسية واقتصادية واجتماعية والتنمية الإدارية والحاجات دي. تفتكر هتنجح يا نجم؟ تصدق لا، حصلت ارتحت، مش أنا لوحدي وكتير قوي. ما أنت فايق ورايق، ما تخلينا في اللي احنا فيه. انت عرفت ان ابراهيم ابو حجر مصر رشع نفسه المره دي؟ طب وانت هتعمل ايه؟ لازم نتفق زي كل مره. لا ما افتكرش انه ممكن يتفق المره دي. ليه؟ اشمعنى المره دي يعني؟ لان المشاريع اللي هو داخلها محتاجه ظهر قوي، ومفيش ظهر قوي اقوى من مجلس الشعب. طب ما احنا طول عمرنا كنا ظهره في مجلس الشعب، ايه اللي جد بقى؟
ما كانش بيبقى لله، كان بمقابل، ودلوقتي هو قدامه فرصة انه يبقى ظهر نفسه، خصوصا بعد ما لم كل العيال العواطلية والصيع من على الرصيفة والشوارع وشغلهم عنده في مصنع الحاجة الساعة اللي خد توكيله، ده غير اللي وعدهم بالشغل عنده في مشروع قرياتي. يعني ايه اسم طاحون اللي طول عمره بيرن في المجلس ممكن فجأة كده يختفي؟ وتتغير اليافطة، بدل طاحون يبقى ابو حجر. تحتقلقني ليه اكتر ما انا قلقان؟ انا بس بلفت نظرك يا ناجي، المرة دي غير كل مرة. اخبار الواد شاوي الشيمي ايه؟ ايه؟ ما لسه بدري يا يوسف باشا، انت ما لحقتش تقعد معانا. ما ينفعش اتاخر او اعمل جابة محروس. يا عم ده كل سنة وانت طيب، احنا في رمضان ورمضان كريم وبيحب اللمة والصيام ادب مش هز فواريس. ايوه بس رمضان اللي بيحب اللمة، اللمة ما تنفعش في الكلية، وبعدين هات الشنطة عشان كده عيب بقى. يا عم سيبك منها انا هشيلها، ده احنا فرحانين بيك قوي يوسف، انا اشيلك من فوق دماغي من فوق كده يعني. ربنا يخليك يا محمود. بيني وبينك انا نفسي اشيل شنطة ظابط. ظابط مرة واحدة؟ انا لسه طالب في كلية شرطة. على قلب ملهوش حد، محتاج لحضن حبيبي يقدر معاه على البعد. الغربة ملهاش حد، على قلب ملهوش حد، محتاج لحضن حبيبي يقدر معاه على البعد. سكة اللي يروح على كفه شال صابرين يا دنيا ومسرنا رغم الهموم نبقى. الغربة ملهاش حد، على قلب ملهوش حد، محتاج لحضن حبيبي.